بسم الله الرحمن الرحيم. أنت تسأل وعمري خالد يجيب. وسؤال من اليمن، صالح من اليمن، وصالح بيسأل وبيقول سؤال سطر صغير جدا: كيف أتخلص من الماضي المؤلم، من التفكير في الماضي المؤلم؟ هو أحسن طريقة يا جماعة للناس اللي بتحب تكون عملية. أنا شخصية عملية. يعني ايه شخصية عملية؟ يعني مفيش حد فينا الا وساعات بيتألم على خطأ عمله في الماضي، او يا ريتني ما تصرفت التصرف الفلاني، يا ريتني ما اشتغلت في الشركة الفلانية، يا ريتني ما عملت الخطأ ده لانه ترتب عليه مجموعة اخطاء. الطريقة دي في التفكير بتخلي الانسان بعد شوية يعيش سلسلة من الهموم مش هياخد منها حاجة. يعني واحد بيخبط دماغه في الحيط، لانك مش هتغير الماضي، لن تملك تغيير الماضي، وبالتالي فايه اللي في ايدك؟ اللي في ايدك هو صناعة الحاضر. اللي في ايدك هو ان انت تكون انسان عملي جدا وتعمل حاجات صح جدا في الحاضر من اجل مستقبل افضل. ده اللي في ايدينا. اما انك تقعد تعيط على الماضي فدي نوعية من الضعف البشري. يعني انت ضعيف وانت مش عايز تتحرك للامام، وانت مبسوط ان انت تعيش عقدة الماضي والام الماضي. الحكاية دي حاجة سيئة جدا. انما الماضي كان وحش، سواء اتعرضت فيه ما غلطتش واتعرضت فيه لمصيبه، او سواء انت اللي عملت الخطا، تكون من الحكمه والذكاء والشطاره والعمليه. مش بقول لكم انا طبيعتي شخصيه عمليه جدا. طيب خلاص، مش الوضع صعب، طب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ ها ايه اللي نتصرف فيه دلوقتي؟ ويبقى عندك امل في الله. وما عبد الله بشيء اجمل من حسن الظن فيه، ان شاء الله هيخلي المستقبل حلو. الطريقة دي في التفكير تخلي حياة الإنسان أجمل يا صالح. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.